السلام عليكم خشقجيين، الموضوع تاع اليوم على التعامل. كي جاكم الموضوع تاع اليوم تشاملوا معنا في شي جيم وابوني، الله يجعل ربي يحن عليكم في هذا النار. شتي حنا المغاربه الخوت، كل شي فينا زوين الا التعامل. بما ان التعامل هو كل شي، يعني حتى حاجه ما فينا زوينه. الناس عقلي، واش فراسكم بالله ناسيونال جيوغرافيك صورة جميع فصائل الحيوانات اللي كاينين في الكرة الأرضية إلا هاد الفصائل، هاد نوعية الفصائل اللي تنتعاملوا معاها حنا ما صورتها بوحدها. كاع فصائل الحيوانات قدروا يمشيو يصوروه، وحنا اللي ساهل يجيو يصوروه عندنا، ما سي با لوجيك. وتخيل معايا بنادم تتلاقى معاه تيقول لك كي داير صافا، تقول ليه بخير الحمد لله بارك الله فيك، تيعاود يسولك تيقول لك وكي داير مع الوقت، كي غادي مع الوقت، اشنو زعما الجواب الاول ما قنعكش، ما اقتنعتيش بالجواب الاول، وماشي هنا المشكل. تعاود تقول لي انت يلا الا بخير الحمد لله احنا غادي نتنعديو اللعيبه، وتعاود يسولك وكي داير مع الصحه بخير. لا تسنى، بقى واقف هنا لجد تعمك، غنمشي نجيب لك تصريح من الدوله تيثبت بانني انا بخير، باش دوز لشي موضوع اخر، دوز لشي موضوع اللي ما غيفي حتى هو بوالو. ها ويلي والله الا تنتعاملوا معاهم صافا، نجلسوا فيها 300 ساعة فين صافا؟ صافي دوز دوك العقروشات اللي ما تيعرفوش يتعاملوا، داك النوع الخايب الخبيث ما تعرفش تتعامل، تتعامل مع الفقهاء والدجالة والسحاريين والعباد، تتلقاها تتعايف في شي بنت، تتعايف فيها تقول لها قدك عندهم ثلاثة الأولاد، تانت قدك راه ماتوا وحداهم ثلاثة الحناش، واقفين لهم حدا ريوسهم، كل مرة تيبداو يجروا هذاك اللسان اللي تيبدا يجرح في عباد الله، تيبداو يديروا ليه شي تويشية. تكايسوا تكايسوا في هضرتكم. لا إيه قبيلة سمعت وحدة تعير في واحد البنت خدامة هنا في نضاضر والعباد، مصيبة كحلة والله، وعقروش هتشوفها في الطوبيس تنوض ليها باش تجلس، وهي بنت جد راه قادرة تنوض تعصبو. نصيحة الخوت، شوفوا عرفتوا نصائح ديالي كي دايرين، والله لا ديروا بيهم ولا ديروا بيهم. شوفوا تعاملوا مع كفار قريش، وما تعاملوش مع داك النوع اللي فاش تكون محطوطه الماكله في الطبله تقول لكم شوفوا انا راه واكل غادي نوض ندير معاكم يدي باش نونسكم. نيري المجزره اللي تتوقع بعد هذه الجمله، معركه وادي شنو شي من واد، معركه وقعت في واد، المهم ما عليناش، هذه مع الماد المخازن ولا دبر راسك، ما تعاملوش مع هذه الماركه وصافي، تكون المعركه ديال اللي باتكم، تيدخل ولد الجد تيبقى داخل في الطبصيل حتى تتبان ليه الصباغه اللي معلمه بها مولا الطبصيل، داك الطبصيل ديال الباوس تيشوفها هو تولي مرئيه ليه بالنسبه، عرفتي البطاطا ديك التفرتيته الاخرى تيقسمها هو وواحد اخر حتى هو شبعان، حتى هو نفس الجمله كان يبا يونسو. ناري والمناضه حداه وكل شيء حداه، الحرام تيسيطر على التيران، ميسي ميسي فاش كان في البارسا، ما عليناش حنا عدويين حنا مجمعين صافي، كاش تاني كاع انا شي طبلة ولا ما كليك تهضروا على التعامل، تا هو في التعامل صافي 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 ما تعاملش معاه. شوفي الدريات نصيحة، انتوما ما تنعطيكمش نصائح بزاف، ولكن انا الفيديو هذا نعطيكم شوية نصائح. شوفي تعاملي مع عجوزتك، وتعاملي مع خط راجلك، وتعاملي مع كل شيء بأمان إلا واحد الماركة، هذيك الماركة اللي تتسولها تقول لها وانت كيفاش عرفتي هذا الشيء كامل، تتقول لك عرفتوها صدفة، هادي بالضبط عرفيها بلا دارت عليك واحد البحث، تقول بنت جد طلبوه لها في لافاك، جبداتك بالتفاصيل حطاتك في راسها بحث عميق، حتى جبدات كل شيء وجات قالت لك عمر كي تيقي في هاد الماركه هادي اللي تقول لك عرفت كل شيء بالصدفه، ما كايناش شي حاجه صدفه من غير الله اعلم، صافي ما عرفتش شنو اللي بالصدفه. تيضحكوني انا البوليس عندنا فاش تيشدو شي مجرم تيبدا عليه، اشوف اسيدي اشوف راه النكران ما عنده باش يفيدك، النكران راه ما غادي يفيدك بوالو، على اساس زعما الاعتراف غادي يفيدو فجاه. والله الا 2021 وباقي يا ويلي ويلي. شوف انا قلت الله اكبر، خاص يتبدل التاكتيك، خاص تبدل شحال من حاجه صراحه. كي جاكم الموضوع ديال التعامل الخوت زوين زعما، واش مزيان زعما هذا الموضوع هذا؟ الدريات واحد النصيحه، ردي البال لراجلك كيفاش تيتعامل مع حوايجو، راه مهمه هذا الفيديو، راه شوفي راه تنصح فيكم انا تنقول لك، ردي البال راه مهمه، راه تسحب لكم ديزاير هكاك، تعامل من الرجل اللي مزوج مع الملابس ما عاديش، شتي الا بان لك دخل مع الدار وشد السروال وداروا في العلاقه
عرفي فيه الفلوس. الا بان لك دخل البيت وحيد السروال وخلاه طايح في الارض، عرفي حازق. والا بان لك مع الدخله دخل حيد حوايجو مشى داهم الماكينه، عرفي كان مع شي وحده، والله يقدرني على فعل الخير، الله يقدرني على فعل الخير. والا بان لك دخل الدار وبقى لابس حوايجو ما حيدو ما والو، عرفي راه جاري بوانتي بالله، راه جا للدار عاد غادي يمشي عند ديك اختنا، عاد غادي يجي يديرهم في الماكينه، ردي البالة بنت جد وانتوما تعرف. مبقاش نقول لكم شي حاجه من اليوم، تتشريو لي الصداع، تيقولوا لك رجعت تفرشنا. لاحظت واحد الحاجه الخوت والله خارجه وقيله على الموضوع، ولكن ما ديروهاش مني قلت صواب، الله يرحم لكم الوالدين. لاحظت واحد العيبه بالله، البنات شي شوفات ولاو تيديروا في مؤخرات البنات اكثر ما حنا تنديروها فيهم، واش هذا الشيء زعما نورمال ولا ماشي نورمال؟ والله الا ولاو تلقاها تشوف لها هكا اكثر ما الدري تيشوف، عادي هذا الشيء زعما ولا؟ بصراحة شتي التعامل الخوت بالنسبة لكيفاش تنتعاملوا مع الناس اللي مراض عندنا، ما تعامل ما والو، ما تنعرفوش نتعاملوا حتى في هذا الجانب هذا اللي هو حساس بزاف. تصور معايا تلقى واحد في الكلينيك فات عملية على المصرار قاطعين ليه منه 2 سنتيم ولا 3 سنتيم، وواحد آخر غادي يزورو دي معاه 2 كيلو البنات، واش غادي تزور قرضة ولد الجد ولا شنو؟ مازال الريسبسيون سول بشحال العملية ساهم بشي حاجة زيارة، جيبها الورد جيبها شي، كون هايجي ويسكتوا ولاد جد ما تجيب والو، كون هايجي ويوقفوا ويبتسموا لك في وجهك ويعطوك الامان، ولاد جد يجي شي اجموع شي اجموع النفس ديالك ما تبقاش قادره تطلع. بحال هذا الوقت هذا، بحال هذا الشهر مات نجيب، نجيب خو السعيد راجل حليمه، بحال هذا الوقت مات هو في شهر 10 ياك، حتى هو في هذا الوقت شدوا شي حاجه في المصران، قال لهم راه غادي ينفتحوا ليه وردوه لعيبات كذا، فتحوا ليه ردوه مشى للدار طن مات في الدار. شو سيدي ربي بغاه يموت في داره سبحان الله العظيم. واش يتم غادي في حالته تيقول لك يلا انا مشيت الله يجيب لك الشفاء، خليتي للجد تمو الجهد باش يقاوم يتشافى، خليتي ليه نورمالمون من بعد هضرتك اخويا راه خاصو يرد يعزي راسو، علاش هاد الهضره اللي تيسمع حتى تقول انت مصيبه كحله، والله الا مصيبه لا نعرف التعامل مع المريض. برا برا فاش تيزورو الناس المريض و تيخرجو من عندو تيخرجو عاد تيتأسفو، هادي كافية تتحس بيها خارجة من القلب، حيت ما داكشي اللي جاي من وراها ما عرفتش نقول. والله حنا مع تيخرجو من عندك و تيطلعو في الطاكسي تدور وحدة عند الأخرى تقولها هو دابا حيدنا علينا، ضرسا هو زعما كان حبوبة واقف ليهم هنا حيدو عليهم، اصلا تيجيو يزوروك ها باش يتسماو راجعوا باش الاخرين ما يتقلقوش منهم، صحاب لك حبان فيه مرض للحبس ولا مصيبه كحله، مصيبه التعامل ديالنا زيرو زيرو. وبالنسبه للتحفيز الخوت ما كاينش تحفيز، التعامل في التحفيز في الاسر المغربيه ولا في المجتمع ما كاينش حتى يحفزك من الاول ولا شي حاجه، ولا اكثريه الناس اللي وصلوا لي بوست واعرين داكشي عناد، تلقى واحد ولا دكتور ولا شي حاجه كبيره في البلاد ضد في عمو اللي قال ليه مكلخ، والله شوف كل شيء واصل بالمعاندة ضد ديما واحد الغيل اللي هنايا عنده هو باش يوصل لواحد الحاجه، ما كاينش شي واحد وصل بالتحفيز تي ما تصحاب لك يبدا يحفزو فيك، وداك الشيء الملاوي اللي غادي يحفزو تيبداو عليك تدفع للعسكر وبقى تابع ليا داك التخربيق راه ما غادي يوصلك فين، على اساس هما داروا العمارات والفيلات وداك الشيء اللي كانوا تابعين. كيسطوني دوك صحاب كان هدي هاد الفوز ديالي الاب والام ديالي اللي وقفوا معايا. فين وقف معاك الاب باوجي؟ هو اكثر واحد قال لك الله لا طفرتي جيت لهاد الكماره ودفن عليها، اتنضحكوا اللي عنده والدين الله يخليهم ليه والله يطول لهم الله يطول لهم في عمرهم، واللي ماتوا الله يرحمهم يا سيدي ربي الله يغفر لهم، ضحكين وصافي. ما كاين تحفيز زيرو في المغرب والله، زعما تقول تبع الرسم في المغرب في الحبس، الله لا الله لا حفزوك بالرب العالي العظيم. قبل قلت له ما هو طار وما طار قال سي خربق لي ما عرفتش تيدير ذاك الزمان، هو ذاك الشيء زعما اللي تيستبسي العباد باش يتخرب يعني تيقاوم ديك الساعة الأمعاء، مصيبة والله إلا مصيبة. والله الا انا من الناس اللي دارهم كانوا رافضين نهائيا انني نتبع هادشي،
لان انا معروف انا هو داك اللي تتلاقى جالس ساكت هكا وحشومي وما تيبكيش، انا ما فيهاش الهضره بزاف وكذا، عاد نحضي احضاي والله. وكل شيء الاغلبيه شوف الدفاع العسكر، كل شيء تيقول لك الدفاع العسكر خلصه مضمونه كذا مضمون، خليونا ساكتين. انا وليو داخلين في مع جيت مع لابس هاد اللبسه هادي اللي جات ديال بحال دفعت العسكر ني، والله الا واحد جده قراتني وكون دفعت ديال العسكر كون راك بخير دابا، بخصوص باش هاد الكورونا وزاد المشاريع. ايوا شتي قلنا لك دفع العسكر دابا، انت ما دفعتيش كون دفعتي العسكر ديك الوقت كون راه دابا كون راه معكاش. هادشي ايامات ايامات ستاندارد ديك الساعه، تهزت الفينال بقى نهار ال 20 مليون، عاد اقتنعت بالله داكشي تندير صحيح عادي يا صافي، دخلها العقل الفكاهه راه كاينه في المغرب وزويل صافي. المهم ما ربحتش 20 مليون في ذاك الفينال، كنا حنا اربعه بقينا في الاخر، ما ربحتش 20 مليون، رجعت للدار بحال هكا. واش قولها لي عاوتاني واش تيكون دفعت؟ والله الا عاودت قالتها لي بالله، قالت لي انت خلعتينا معاك وماما بدات تبكي البارح وخالتك تبدا تبكي دورات لينا. كنت في غير العسكر كرات. والله الا مصيبك على بالله، بغاتني ندخل العسكر باي طريقه الله يخليها لي مسكينه، جدا هي اللي كبراتني ورباتني وداكشي. ايوا تيبغيو لينا الخير مساكن، ولكن عاوتاني ما تنساش كل واحد خاصك تبع داكشي اللي كتبغي انت، ماشي زعما حيت العسكر خايب ولا الخدمه في الدوله خايبه، الله اعلم في معالم هي اللي خدام في ديك الخدمه، ولكن خاصك تبع داكشي اللي كتبغي انت، وان شاء الله غيجيب الله التيسير فيه وغادي توصل فيه ضروري. الا تبعتي واحد الحاجه راه الله ديما مع شي واحد اللي تيسعى باش يوصل شي حاجه، يسعى سعى باش توصل لشي حاجه ويصلي بنادم ويطلب الله وكذا وتيكون التوفيق. المهم الخوت الفيديو سالا، ما كرهتش ندير لكم الجزء الثاني ديال هذا الموضوع هذا، والله زوين اللي الناس ربت عليه بزاف وكتبته في نهار وبزاف تيقول لك لوح لينا وهكا، يلاه كتبته اقسم لكم بالله، يلاه تكتب دابا وهو تيتصور دابا وغنمونطيه دابا وغنصيفط لواحد الدري عبد الرحمن بيصاوب لي المينياتور باش اللوح نيت دابا باش تفرجوا له كل شيء اي دار في هذه اللحظه هذه، اقسم لكم بالله بلاتي هاش اليوم الجمعه، يوم الجمعه شحال في الشهر 15 باش تعرفوا، ودابا راه الخمسه واقفه خمسه بيله يعني خاص سبعه مثلا بحال هكا يكون الفيديو عندكم. المهم الخوت شجعوا خوكم بارطاجيو معاه، المهم اللي قدر يدير ابوني يدير شي لعيبه ديرها، وشكرا بزاف على التتبع ديالكم ورا بكم زيدين القدام ان شاء الله، والله يسهل علينا ان شاء الله ونتلاقاو عن قريب في المسرح اللي هو الحب ديال الحياه، وان شاء الله لما لا شي نهار ندير لكم شي سبيكتاكل ديالي انا، ويجيو الناس اللي كيبغيوني ويقطعوا التيكي ويتعاونوا مع اخوهم ويتفرجوا في شي حاجه اللي تكون واو واعره ان شاء الله. تحياتي لكم اخوكم عز الدين فتوحي، كنبغيكم والله يوفقكم والله يخلي لكم والديكم واحبابكم واي واحد عزيز عليكم، تهلاو اللي مهمومه ولد الجد لا كنتي مهموم ولا شي عباره، عم سالت وقت وغادي تفك هذا الهم اللي عندك وغادي تموت فهمتي، سنوات باقي شي سنوات كذا وغادي تموت اول جد، دونك فك هذا الهم هذا وضحك ونشط والله ينعلبوا العالم، كنا غنموتوا كنا غادي نمشيو للاخره حياه اخرى هذيك وكذا، ضحك ضحك اول جد، حتى حاجه ما تستاهل، حتى حاجه ما تستاهل، والله ما يستاهل شي حاجه اللي عندك، حتى حاجه ما تستاهل، ضحك نضحك نشط، يلا تهلا انا نمشي.